ودعونا مشاهدينا أيضا نرحب بضيفي مبارك الجبواني المحلل السياسي من عدن. أهلا بك أستاذ مبارك. يعني من وجهة نظرك، ما هي أسباب تكثيف هجوم ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مديريات حريب ومرخى، وما دلالات هذا الاستهداف في هذا التوقيت تحديدا؟ السلام عليكم ورحمة الله، ورمضان كريم عليكم جميعا. أهلا بك. دلالة الاستهداف الذي تشنه الميليشيات الحوثية في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، هي دلالة على أن هذه الميليشيات لا تريد سلام، ولا يعني هي تسعى لأي جهود للتهدئة. الميليشيات تقوم من وقت إلى آخر بتصعيد كبير جدا على محافظة شبوة، وخصوصا على المناطق الحدودية في شبوة المحاذية لمنطقة البيضاء. نعرف أنه مرخى العلياء للمعلومة هي في التقسيم الأداري القديم لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الجنوب، كانت تبع البيضاء، فيما أن شبوة عدد مديرياتها 16 مديرية. مديرية مرخى السفلى هي تبع شبوة، ومديرية مرخى العليا هي منطقة حدودية الآن تعتبر بالنسبة للجنوب الشبوة محادة مع البيضاء، وتقدم القوات الجنوبية كما ذكر الأخ المتحدث العسكري من شبوة، فعلا تقوم ب يعني الهجوم وتوقل إلى محافظة البيضاء حتى تأمن محافظة شبوة، وأيضا تقاوم التنظيمات الإرهابية في محافظة البيضاء. فالتخادم الذي موجود حتى يتم تعزيز القوى الإرهابية في هذه المناطق، يقوم الحوثيين بشن الحرب على هذه المديرية التي هي أيضا لها أيضا علاقة حدود مع مديرية حريب التي تتبع محافظة مارب، وبالتالي هم يحاولوا أن ينوعوا الخطوط الهجومية حتى يحاولوا صد الهجوم قوات الجنوبية، قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة. الحوثيين دوما ما يصوروا الشهر المبارك على أنه معركة انتصارات لهم، في حين أن الحقيقة غير ذلك. هم منيوا في هذا الشهر الكريم بهزائم كبيرة جدا، معركة تحرير عدن كانت في شهر رمضان المبارك، أيضا تحرير بيحان وغيرها من المناطق الجنوبية، لكن الحوثيين يحاولوا يعني مباغتة في أوقات طبعا حتى تكون في أوقات يعني صعبة من أجل تحقيق نصر أعلامي لا غير. طيب سيد مبارك، يعني على الرغم من الجهود الدولية لإنهاء الحرب وحالة من الهدوء النسبي التي سادتها مختلف جبهات القتال، إلا أن الميليشيات الحوثية ما زالت تمارس انتهاكاتها بين الحين والآخر على المناطق المحررة، لماذا برأيك؟ الميليشيات الحوثية دوما ما تتحدث عن السلام وتفعل العكس. الميليشيات الحوثية تحاول أن تجد يعني أو أن تكسب مكاسب قبل يعني بدأ أي مفاوضات على الأرض. هذه الميليشيات هي تحكم سيطرتها على المناطق الشمالية، وبالتالي تريد أن تأمن الحدود في هذه المناطق من وجهة نظرهم أو من هذه الزاوية، ومن ناحية أخرى هي ممكن أن تريد أن تثبت قوتها أنها ما زالت موجودة مثلا عسكريا في حالة يعني عدم تنفيذ شروطها التي طرحت التي تطرحها على المجتمع الإقليمي وعلى المجتمع أيضا الدولي. لديهم شروط تعجيزية كبيرة جدا، يحاولوا بين الحين والآخر أن يرفعوا شعار الحرب حتى يتم تحقيق مآربهم إذا ما تمت هناك يعني مفاوضات سياسية، بحكم أنهم يعتبرون أنفسهم يعني مسيطرين فاعلين على الأرض. طيب ما موقف المجتمع الدولي من شروط الميليشيات الحوثية التعجيزية بحسب كلامك؟ يعني
والله للأسف المجتمع الدولي نرى أنه متخاذل كثير جدا فيما يخص هذه الميليشيات. نحن رأينا الاتفاق السعودي الإيراني ورحبنا بهذا الاتفاق على مستوى الجنوب وعلى مستوى المنطقة بشكل عام. المجلس الانتقالي الجنوبي أيضا رحب على يعني مستوى كبير باسم المتحدث الرسمي في المجلس الانتقالي الجنوبي. الناس هنا داعية السلام، يريدوا تحقيق السلام، ولكن ليس على حساب القضايا المصيرية. قضية شعب الجنوب يجب أن تكون مدرجة. بالنسبة للمجتمع الدولي يحاول أن يتجاهل هذه القضايا المصيرية بعض الأحيان أو يفكر في تجاوزها، فيطرح الحوثيين شروط تعجيزية كبيرة جدا فيما يخص استلامهم لرواتب يعني من ثروات الجنوب، أيضا يعني استلامهم على نصيب كبير من الثروة. يريدوا أيضا السيطرة بشكل عام على الحكم، يعني ولو يعني رضخت القوى الأخرى إلى أي مصالحة وطنية، هم في الأخير سيبقوا قبضة حديدية تحاول أن تقبض على كل هياكل الدولة. مغالطات كبيرة جدا، في حين نستغرب أن المجتمع الدولي يرى بأم عينه هذه الانتهاكات وهذه الاستحداثات العسكرية والطيران المسير الذي يضرب المواقع العسكرية وضرب أيضا المواقع النفطية ولا يحرك ساكن. لا أدري هل هو بو أخبر لهذه الميليشيات للسيطرة على البلد بشكل عام. هنا المشكلة تكمن أنه إذا ما أتيحت الفرصة لهذه الميليشيات عبر أي تسوية سلمية سيكون الخاسر الكبير فعلا هو اليمن بشكل عام. طيب سيد مبارك، نعم سيد مبارك، أنت قبل قليل قلت يعني أن المجتمع الدولي يغض البصر عن انتهاكات الميليشيات الحوثية، هل نفهم من هذا الكلام أنه هذا يعتبر كتأييد للميليشيات الحوثية، يعني تأييد ما تقوم به الميليشيات من انتهاكات؟ هو فعلا تأييد يعني، وإن كان يعني تأييد غير مصرح وغير معلن، لكنه عندما تغض الطرف وتترك الأمور تتم بهذه الشكل هي فعلا تأييد بشكل أو بآخر. المنطقة تمر بظروف إقليمية كبيرة جدا، متغيرات دولية، الدول الكبرى لها أجندتها ولها سياساتها، ربما ترى أن مصالحها يعني في الوقت الحالي قد تتيح لعمل شيء من هذا الأعمال الفوضوية أو من خلال يعني أعطى هذه الميليشيات فرصة للسيطرة بشكل كبير أو لتحقيق شروطها التعجيزية حتى تتمكن من يعني تمكن من مجارات الأمور السياسية والدولية وتحكم السيطرة بشكل عام على المنطقة. قوة دولية كبرى فعلا ربما كانت مرحبة يعني بامتعاض من الاتفاق السعودي الإيراني، ربما تسعى إلى يعني هي في 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 ذاتها وتؤيد يعني الاتفاق ومنظور السلام، لكن الأعمال الواقعية على الأرض يعني عكس ذلك. فربما أن هذه الميليشيات وجدت ضالتها لكي تتوسع ولكي تحاول أن تضرب المواقع. أيضا حتى اليوم الميليشيات طيب. الحوثية تهدد أيضا بضرب أيضا المواني والمنافذ البحرية بشكل عام، يعني في الجنوب وفي البحر الأحمر وفي البحر العربي. نعم. موضوع نعم نعم أنا أشكرك مبارك الجبواني المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من العاصمة عدن، شكرا جزيلا لك.